منا أول مرة بينتقد الإعلام إلي باسيل، فكان برنامج منا وجر انتقد إطلالة باسيل ببرنامج بالعربي المشبرح. الوقاحة الوقاحة هو كيف عم بيحكي عن 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 الباقيين وكل شيء بيطبق عليه هو اللي عم بيحكي، يعني هو مقلعط وهو نجوة وهو مش معروف كأنه مرة ولا رجال أساسا، شيء بيقرف يعني ما بعرف شو هيدا المستوى. او تي في بيقدر ينزل لهالمستوى بيحطوا هيك شيء يعني على من اللي شفناهم لهلا هيدا اوسع شيء ممكن الواحد يحكي عليه. كلماته فكرنا عم نحضر فيلم بورنو، يعني شيء بيلاع النفس انه مش مسموح. شيء خلينا نتفق انه مين مسميه صحافي؟ منو صحافي؟ فخلينا نتفق انه منو صحافي. كان في الارستقراطيه، صار في الديمقراطيه، هيدي هي عهد الميديوكراتيه. هيدا انحطاط انا بقول واحد مفحل القد القد قضايا وما هو هالقد فيديو نزله، وهو اذا رجال ما هو ما هو ما بده ياذي بنت بس بده يجوز بينزله لانه اللي عنده فيديو عيب يخبي شو ما كان يكون. مش عارف اذا لازم ابرم ولا لا، تفضل ابقى هيك. ليه بدك تفضل؟ ما اشتقت لي رأي لي؟ اول شيء كنت وعدك جيب لك قط كهديه، بس خفت بعدين انه يعود قطك يدارب على قطه فكنسلت الموضوع. روح خلينا نبلش. بدي اقول لك شغله قبل قبل قبل، انت طلبت انه يتعرف عنك اعلامي. شو كيف اعلامي؟ ليش مش اعلامي؟ 17 سنه بمهنه الاعلام والصحافه، شهادتي بطول كل واحد فيكم ومش اعلامي ليه؟ طيب انه هيدا عم تعمله وعلاماتي احلى علامات بالسوربون واللي بعده. تيك خلينا نتفق، هيدا اللي عم بعمله اعلام ونص بشروط الخاصه. انت من مدرسه بعالم الاعلام، انت تخرجت من المدرسه الحديثه، انت تخرجت من المدرسه نضال الاحمديه. مين انت؟ لا اكيد لا، مع انا بحبها لنضال. مش استاجك عملته عندها بال؟ انا بلشت استاج بجريده النهار، كونا نحن تلاميذ الجامعة اللبنانية متفقين هن ان كولابوراسيون، كل شيء عامل بريس اكريت جامعة جريدة النهار، كل شيء عامل راديو تي في ال بي سي. شو اخذك على الجرس؟ استاذ ياسر حيدر اللي هو كان وقتها مدير عام مجلة الجرس، وكانت اكسبيرينس كثير حلوة قبل ما انتقل على ال بي سي، على الام بي سي بعتذر. طيب ويعني طيب شو اللي عم تعمله هلا الي؟ عم بعمله مدرسة حديثة. بشو؟ بدي لك شغلة، ينتقدونني بشدة ثم يقلدونني بدقة، أجمل شيء بالعالم إنك تكون قاعد بقلب العالم. طيب طيب بس, بس اللي أجمل بتعرف شو؟ إنك تكون قاعد على قلبهم. طيب عم تعمل مدرسة حديثة بشو؟ بس بالإعلام، pushing boundaries in the middle east. وين مشكل؟ ما شفت أنت السوشيال ميديا قد إيه؟ ما فيك تعمل إعلام غير هيدا الإعلام؟ أنا هالإعلام مريحني. يعني نطلع نحكي عن أرشيف، أنا حياتي بدي لك شغلة، بدي لك شغلة، كل إنسان حر يحكي على اللي بريده، وأنا حر أحكي على اللي بريده. بالوقت اللي أنت بتلاقي مثلاً مقالاتك إنه طبخ بهالموسم بيسوى، أنا بلاقي مثلاً شيء تاني بهالموسم بيسوى. طيب انت مين اللي عمين عرضت برنامجك بالاو تي في وقبله؟ انا ما عرضت الاو تي في بمحطه. مين اللي معروفه بجرأتها من ايام برنامج لولا هلا؟ بس تعرف شغله، دائما تعرف شغله، انا لاول مره، انا عاده ما بندم على شيء، انا انسان ما بندم على شيء ولا انا نادرا، بس انا اليوم ندمت ندمان على شغله كثير مهمه، ويمكن بدي اطلب الاعتذار من برنامج لول. يعني انا لما هجمت لول بوقتها واعتبرته انه برنامج لا يتطابق مع المواصفات، انا اليوم بصراحه يا جماعه وعن جد بصراحه، لو برنامج لول اليوم بينعمل انا بعتبره من اهم البرامج الثقافيه اللي عم تنعمل على التلفزيونات بلبنان. غيران من الريتنج اللي عم نجيبه، يعني بدك ريتنج ينساب للنيو تي في بدل ما ينساب للاو تي في، هيك بهذه الطريقه مش طيب. غلط قبل قبل ما نحكي على الريتنج برنامجكم بالنيو تي في. طيب لحظه لحظه، في بين التوت والتوت توت. مين وافق على برنامجك؟ الإدارة طبعا. مين متمثلة بمين؟ الإدارة المتمثلة برئيس المحطة لحتى مدراء الآخرين هن اللي وافقوا. بعدين أنت عم بتقول حضروا الحلقة قبل ما طلعت أوفر على الهواء، برامجكم منا أوفر. سؤال، برنامج بنت الشفيري اللي استضافني فيه أنا ومنعت الحلقة من العرض ما كانت كلها توت، حضروا ولا إشمعنى بترضوا توت تبعكم؟ لأنك أنت توت، لأنك أنت توت. حط توت يا خي على القليلة. طب حط توت، طب حط توت على القليلة. طب سؤال، مين وافق على يعني الإدارة وافقت؟ شافوا الحلقة أكيد برضاهم، ومعروف الإدارة قد ايه انها جريئة، والإدارة ما تركتوا إعلامي فيها غير ما رجعوا باقي المحطات أخذوهم. ليه؟ لأنه معودين على الجراءة،